ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة وأسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر وهي ليلة عمر وهي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة جميل مرة أخرى أقولها الرمز الأمير خالد بن عبد الله الرمز خالد وأصبح الحب خالد ذاكرة وقلوب كل المجانين الرمز يرفع كأس البطولة المشهد خالد الأهلي خالد البطولة خالدة اللحظة خالدة الرمز أمر البطولة أهلاوية لبطولة الدوري الجميل لهذا الموسم يا له شعور كل لاعب يتمنى لو كان في هذه اللحظة لو كان في هذا المكان لو كان هنا نشاهد القبلات وهنا نشاهد أيضا أحمد عيد لا شك بأن فرحته كبيرة جدا ولا شك بأن ذكرياته لا تنسى ولا شك بأن أجيال سابقة للأهلي سبق وأن مرت وحصلت على ألقاب بطولة الدوري محمد عبد الشافي انطلاقة خطيرة انفراد 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 جول 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 مرة ثانية يخطي ويجيب العيد وأمام رافينيا رافينيا ما كان أناني هو من سجل رافينيا هو اللي سجلها رافينيا أول ثاني لنادي الرائد مبروك نادي الرائد أما أوفر نادي الأجلان في مباراة بالتأكيد كانت ممتعة الرائد في يوم 19 وفي يوم 25 ذهابا وإيابا أو 26 ذهابا وإيابا أمام الباطن ولكران إلى دور الدرجة مشاهدين المتابعين بالعرض ولكن على الخيبري يطلعها لبتزل مرة ثانية البحث عن كرة بتزل يلعبها وإلى اللمسة جيفين 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 والرائد لا يقبض نوعين الرائد لا يقبض نوعين وجيفين الميشي جيفين الميشي يرجع للرائد